شوفي اللي بتتكلمي فيه ده احنا بنتكلم على دولة. يعني انا كلها كم شهر يبقى عندي 8 مفيش هم 14 الثلاث اشهر يبقى عندي 48 سنة، يعني على مشاري في 50. انا اتولدت سنة 75. تخيلي انه من ساعة ما اتولدت، والله بتكلم بجد، لحد 2014 ما سمعتش خطاب دولة، ما سمعتش خطاب دولة لحد 2011، لا لحد 2014 خطاب دولة، عارفة بتقول ايه وبتتحرك ازاي وعندي هنا ايه والمشكلة دي وحلها والحل البديل وحل للحل البديل اذ لم يتفق يعني السيناريوهات. احنا هنا بنتكلم على دولة بجد. صحيح صحيح. الحقيقة هقول لحضرتك السر فين. يعني السر عندنا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي تم طبعا إطلاقها كمشروع قومي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الحقيقة قابل يعني ان هو اخذ على عاتقه هذه المسؤوليه الكبيره، انه يفتح ملف الفقر اللي تم اغلاقه في 30 عقد ماضي. يعني الحقيقه ليه في رايك ليه؟ يعني الحقيقه ان احنا جات لنا فرصه ذهبيه ان سيد الرئيس يتكفل بهذا على عاتقه، لان لم يكن اي حد يجرؤ ان هو يفتح ملف الفقر بهذه القوه من قبل. فخلينا نبقى واضحين وصريحين مع نفسنا ان الحقيقه ان هو يدعم كمان شباب ان هم يتحملوا مسؤوليه في جزء كبير من هذه المبادره الرئاسيه حياه كريمه في ظل تواجد عدد كبير من الوزارات والهيئات المنفذه في هذا المشروع، فده الحقيقه برضو ما حصلش قبل كده في تاريخ مصر كله. صح؟ احنا بدانا ثلاثة. بالظبط. تاتش وود بقيتوا قد ايه؟ احنا حاليا دلوقتي يمكن الفيديو عرض ان احنا كان 21,000 متطوع، احنا وصلنا ل 36,000 متطوع. 36,000 متطوع قبل فكرة التطوع المالي أو التبرع المالي، بيتطوعوا بوقت وبمجهود وبأفكار. مظبوط. بينزلوا معانا، بيبحثوا معانا الاحتياجات بتاعة القرية، بينفذوا معانا المبادرات، بينزلوا يشوفوا متابعة يومية بالتعاون مع الجهات الشريكة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة، وبيرصدوا لنا الواقع لحظة بلحظة، بيقيسوا رضاء المواطن لحظة بلحظة، بيرصدوا لنا المشكلات والمعوقات اللي بتقابل المشروعات دي على الأرض عشان نتدخل بشكل عاجل ويتم حلها. يعني 36,000 شاب وشابة ما بين العشرينات والتلاتينات هم اللي عاملين كل ده. هم الحقيقه ده كله بتعاون مع كل الجهات الشريكه، يعني مش 36,000 شاب وشاب عشان الجهات الشريكه ما تزعلش معانا. الحقيقه ان هم عدد حوالي 24 وزاره وهيئه بتقوم بالتنفيذ بتعاون مع مؤسسه حياه كريمه. مؤسسه حياه كريمه تمتلك حوالي 36,000 متطوع. كل الوزارات وكل الجهات داخله في نطاق معين محدد ان احنا بنكمل هذه السلسله عشان نوصل لخط النهايه ان احنا نعمل تنميه شامله لهذه الاسر وهذه القرى. شبكتوا كل ده مع بعض. شبكنا كلنا مع بعض. وشبكتوا كل الداتابيز، كل المعلومات اللي ممكن تكون متاحه. عملنا يعني قاعده بيانات موحده لكل هذه الجهات بكل التدخلات المطلوبه. احنا واصلين لفين بموقف تنفيذي بيتم متابعته لحظه بلحظه من قبل السيد الرئيس، واللي بيجي بيشرفنا في غرفه عمليات المشروع القومي حياه كريم. فالحقيقه طبعا هو بيتابع بنفسه سيد الرئيس، وبيسالنا عن رضا المواطن، وبيسال الشكاوى المواطنين ايه، بيسمعهم بنفسه. فيعني الحقيقه ده طبعا عمره ما كان هيحصل لولا دعم القياده السياسيه لينا. انا المفروض اختم، بس انا عندي سؤال صغير. انت من ابناء القاهره او من بنات القاهره؟ لا انا الحقيقه عندي جانب صعيدي. حلو. وجانب بحراوي. ماشي. مدن. اه. يعني بس بندر، يعني من جوه مدينه. اه. لما اشتغلتي في حياه كريمه، وهي المساله برضو ان السؤال ده صعب، شفتي الفقر ولمستيه بعينيكي وبايديكي صح؟ طبعا. انا خليني اقول لحضرتك، حضرتك لو من الصعيد هتبقى عارف مثلا عرب الكلابات في اسيوط. دي من احد القرى اللي احنا نزلناها في اوائل المرحله في 2019. القرية دي احنا نزلنا فيها، وانا اتذكر جيدا يعني ان اهلها كان هناك بيعوقهم عديد من المشكلات الكبيرة جدا 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 في هذه القرية. ونزلنا والناس كانت بتقعد تقول لنا انتوا جايين تاخدوا صورة وتمشوا. الحقيقة احنا كنا مجموعة من البنات ساعتها. الناس اتعودت على كده. ده حقيقي. ده حقيقي. وانا عذراهم، واحنا كنا عذرينهم جدا جدا. فالحقيقة ان احنا كنا مجموعة من البنات، وكان معانا طبعا يعني دعم من كافة الجهات الشريكة نازلين معانا، وقالوا لنا ساعتها ان انتوا نازلين تاخدوا صورة وهتمشوا ومش هترجعوا تاني. الحقيقة ان احنا بننزل بعدها بمدة حوالي 9 شهور بعد بدء التنفيذ، كان في المرحلة التجريبية اللي هي كانت 375 قرية، لقينا الفكرة والوجهة تغيرت تماما. ان ثقة المواطن في حياة كريمة وفي الرئيس تغيرت تماما. ان ايه ده، انتوا بجد جايين تعملوا حاجة،
انتوا فعلا بتقولوا ان انتوا يعني انتوا قلتوا بس انتوا فعلا عملتوا حاجه، الدوله فعلا بدات تعمل جهود تنمويه. انا مش بقول ان الجهود التنمويه دي يعني حاجه واحده اتعملت في قريه عرب الكلبات، لا هي معموله حاليا دلوقتي في 1477 قريه، يمكن بعض القرى تم تاخر التنفيذ فيها، وده طبعا طبقا يعني اللي حاصل من ظروف اقتصاديه وتاخر في سلاسل الامداد، لكن احنا نسبه الانجاز الحالي في هذا الوقت القياسي في هذا الوقت نسبه قياسيه جدا، يعني اللي احنا بنتكلم فيه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها مصر يعني. فيعني نسب التنفيذ عندنا في حاجه اسمها المجمعات الحكوميه، ودي بتشمل كل الخدمات اللي بتقدم للمواطن تم تجميعها في مركز في مكان واحد اسمه المجمعات الحكوميه. المجمعات الحكوميه دي بتشمل المركز التكنولوجي، بتشمل السجل المدني، بتشمل عفوا الشهر العقاري، بتشمل الوحده المحليه، المجلس المحلي، بتشمل وحده التضامن. هو عايز يخلص مصلحه بتاعته يقدر يخلص كل المصالح في نفس الوقت عشان اوفر عليه وقت وجهد وانتقالات وكل ده.